بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شباب اولى ثانوي. النهارده عايزين ناخد الدرس اللي عليه الدور في التريجنومتري. درس بسيط وسهل خالص، مش هياخد معانا وقت كتير ان شاء الله. الدرس اسمه solving the right angled triangle. طيب تعالوا نعرف يعني ايه يا جماعه اصلا solving the right angled triangle. انا لو عندي right angled triangle بالشكل ده، triangle A B C which is right at B. اي ترينجل عندنا في الدنيا يا شباب بيتكون من 6 elements 3 angles with 3 sides. يعني هنا مثلا عندنا انجل A انجل B انجل C، ادي 3 angles with 3 sides AB BC وAC، ادي كده ال 3 sides. يبقى انا عندي 3 angles with 3 sides يعني 6 elements in any triangle. درس النهاردة انا عايز احسب كل element من الستة دول بكام، يعني عايز احسب كل angle بكام وكل side بكام. طب ما يا مستر الموضوع سهل. هو فعلا الموضوع سهل مش صعب. معنى بمعنى احنا عارفين طبعا ان 3 angles بتوع اي triangle في الدنيا sum to 180. يعني مثلا يا جماعة دي طبعا 90 degree، خلاص احنا شغلنا كله في الرايت انجل ده triangle. بس لو انا جيت قلت لك ان الانجل سي وليكن 40، انت ببساطة هتقول لي يا مستر يبقى انجل A 180 minus 40 plus 90 تطلع 50 degree. طب الموضوع هو سهل اهو. طب لو دخلنا في السايتس، ما انا يا مستر لو عندي اني تو سايتس اقدر اجيب الثيرد يوزنج بايثاجورس. لو عايز اجيب الهايبوتنس كنا بنعمل سكوير روت التو ليجز باور 2 بلس بعض. طب لو عايز واحد من التو ليجز بعمل سكوير روت الهايبوتنس باور 2 ماينس الليج الثانيه باور 2 يديني الليج اللي فاضل. طب احنا درس النهارده مش هيديني التو سايتس ويطلب التالت بسهوله كده، لا انا ممكن اديك سايد وانجل واطلب الباقي. في الوقت ده هنحتاج طبعا التريجنومتري اللي احنا اتعلمناها في ثالثه اعدادي. كنا متعلمين 3 فانكشنز، المين فانكشنز بتوعنا الساين والكوزاين والتان، او الناس طبعا فاكرينها سوها كهرباء التقى. الساين لاي انجل يا جماعه عندي كانت بتتجاب ازاي؟ ايوه سوها كان اوبوزيت over hypotenuse يديني الساين. طب الكوزاين سه كهربت يبقى adjacent over hypotenuse. طيب اخر واحدة التان تقى، تان equal opposite over adjacent. الناس يا جماعة كانوا بيفتكروها سه كهربت تقى. sin equal opposite over hypotenuse، cosine equal adjacent over hypotenuse، tan equal opposite over adjacent. واحنا بدايه ما خدنا الدرس ده في ثالثه اعدادي كنا قلنا ان من اهم استخدامات التريجنومتري عندنا في الرايت انجل ده تراينجل ان انا اقدر اجيب السايتس عن طريق الانجلز او العكس الانجلز عن طريق السايتس. طبعا لو محتاج اجيب اي انجل بنعمل شيفت ساين شيفت كوزاين شيفت تان، يعني اي واحده من الثلاثه بتوعنا على حسب المساله مدينا ايه. طب يا مستر تعالى كده جرب معانا ورينا المساله مثلا هتيجي ازاي ونحلها مع بعض. طيب ادي اكزامبل يا جماعه قدامنا. الراجل جه بيقول لي اي بي سي از رايت انجل ذا تراينجل ات سي. اداني الاي بي ب 12.5 سنتيمتر وادانا الاي سي ب 8 سنتيمتر. طب ايه يا مستر المطلوب؟ المطلوب سولف ذيس تراينجل. سولف التراينجل يعني اجيب بقيه الاليمنتس اللي ناقصه، اجيب البي سي، اجيب انجل اي، اجيب انجل بي. اول حاجه طبعا انا شايف الناس كلها تقول اجيب البي سي يوزنج بايثاغورس عشان الترينجل ده رايت. هنقوم قايلين يا جماعه يبقى البي سي ايكوالز يوزنج بايثاغورس سكوير روت 12.5 سكويرد ماينس 8 سكويرد. على الكالكليتور هيطلع ابروكسيميتلي 9.6 سنتيمتر. يبقى احنا كده جبنا اول حاجه ذا لينث اوف بي سي. طب يا مستر تعالى نخش بقى على الانجلز. اتفقنا دلوقتي علشان نجيب الانجلز انا ممكن اعمل بالتريجنومتري. طب يا مستر ما نعمل بال 180؟ لا، ما انا في تو انجلز انون، لازم الاول اجيب واحده منهم باستخدام التريج. طيب خلينا نجيب الانجل ايه الاول، وخلينا يا جماعه دايما بنشتغل على الجيفن اللي الراجل قايله، بلاش تستخدم اللي هو اللي انت جبته علشان لو طلع غلط. طيب انا دلوقتي ال 8 وال 12.5 كل واحدة منهم تقرب ايه لانجل ايه؟ الاي تقرب لها طبعا adjacent والاي بي hypotenuse.
adjacent و hypotenuse يبقى يا مستر كوزاين. يبقى نقوم قايلين يا شباب كوزاين A الانجل اللي انا اخترتها equal adjacent اللي هو 8 over hypotenuse اللي هو 12.5. طيب اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ طبعا احنا عارفين يا جماعة علشان اجيب انجل A من جوه الكوزاين بنعمل shift كوزاين. يعني انا المفروض اقول له هنا دلوقتي هعمل shift كوزاين 8 over 12.5. طيب بحسبة بسيطة جدا على الكالكليتور هتطلع لي 50 degrees 12 minutes 29 seconds. طيب انا كده جبت انجل A وجبت the length of BC، فاضل ان انا اجيب انجل B. انت دلوقتي قدامك اختيارات كتير جدا تجيب بيها انجل B. اسهل اختيار 180 minus the two angles دول. طب واحد يقول لي يا مستر طب انا مش عايز اعملها كده عشان لو دي كانت غلط، اقول لك برضو ممكن تستخدم التريج، بس ساعتها ال8 يقرب لانجل بي اوبوزيت، اما ال12.5 يقرب لها هايبوتنس. اوبوزيت وهايبوتنس كنت هتعمل ساين مش كوزاين، بس احنا خلينا على طول نجيبها عشان بس الوقت بال180. يبقى ميجر اوف انجل بي ايكوال 180 ماينس اول انجل ب90 بلس تاني انجل اللي احنا لسه جايبينها 50 degree 12 minutes 29 seconds. تطلع لي بقى يا جماعة على الكالكليتور زي ما تطلع، هي طلعت 39 degree 47 minutes 31 seconds. ده كان example بسيط بدأنا بيه. يلا ناخد كمان example أصعب منه شوية نشوف بس أفكار الدرس فيها إيه. طيب example 2 يا جماعة كده زي ما هو واضح قدامنا، الراجل قال ABC is a right angle the triangle at B، اداني measure of angle C واداني length of AC، وبرضه قال نفس الكلمه solve this triangle. solve يا جماعه قلنا يبقى نجيب بقيه الاليمنتس اللي ناقصه. ناقصني هنا انجل A، ناقصني length of AB، ناقصني length of BC. اول حاجه طبعا اقدر اجيب انجل A عن طريق ال 180، فهم قايل له يبقى اول حاجه هحسبها لك measure of angle A equals 180 minus اول انجل ب 90 بلس تاني انجل ب 25 degrees 50 minutes. بحسبة بسيطة يا جماعة على الكالكليتور هنلاقيها طلعت 64 degrees 10 minutes. اديني كده جبت اول مطلوب. تاني مطلوب انا عايز اجيب اللينث اوف اي بي. طب ما مستر بايثاغورس للاسف ما عنديش تو سايدز، عندي وان سايد، يبقى انا مضطر اروح استخدم التريجنومتري اللي احنا اتعلمناه. خليني في الانجل اللي انا اعرفها اللي هي انجل سي وال 12.5 اللي الراجل مدهاني. طيب خلينا الاول نحاول نطلع الاي بي. علشان اطلع الاي بي يا جماعه الاي بي يقرب ايه يا مستر للانجل اللي انت خدتها اللي هي انجل سي؟ طبعا ده يقرب لها اوبوزيت، واللي هو مدهولي ال 12.5 يقرب لها هايبوتنس. اوبوزيت وهايبوتنس سه، يبقى استخدم ساين. قوم قايل له يبقى ساين سي اللي هي 25 ديجريز 50 مينتس ايكوالز الاوبوزيت اللي انا عايزه اللي هو اي بي اوفر الهايبوتنس اللي هو 12.5. طيب يبقى انا دلوقتي ازاي يا شباب هطلع الاي بي؟ هعمل كروس ملتيبليكيشن او هودي 12.5 هناك بالملتيبلاي. يبقى اعمل 12.5 ملتيبلاي باي ساين 25 ديجريز 50 مينتس، هتطلع على الكالكليتور ابروكسيميتلي 5.45 سنتيمتر. طيب انا كده جبت ايه لغايه دلوقتي يا شباب؟ انا كده جبت الاي بي وجبت ميجر اوف انجل ايه، فاضل لي البي سي. برضو قدامك اختيارين، ممكن تكمل بالتريج ان البي سي يقرب بقى الانجل سي ساعتها ادجيسنت وهايبوتنس فتبقى كوزاين، بس انا عن نفسي حابب اجيبها دلوقتي برضو عشان نفتكر مع بعض ببايثاغورس. انا جبت تو سايدز، بس الكلام ده لو انت متاكد ان انت جاوبتها صح او متاكد من الستبس بتاعتك عشان هستخدم النمبر اللي انا جبته. عندي هايبوتنس وعندي ليج، عشان اطلع الليج اللي فاضل يا جماعه هنعمل بايثاغورس عشان ده رايت انجل ذا تراينجل. سكوير روت 12.5 سكويرد ماينس 5.45 سكويرد، هلاقي الانسر بحسبه بسيطه على الكالكليتور ابروكسيميتلي 11.25 سنتيمتر. كده ابقى جبت له الثري ريكوايرد اللي هو طالبهم وعملت له سولف التراينجل كله. طب كمان اكزامبل تاني يا جماعه برضو نشوف الـ يعني الدرس ده اخر افكاره ايه.
طيب تالت اكزامبل يا جماعه قدامنا. الراجل قال لي ان احنا عندنا سيركل، رسمنا كورد اسمه اي بي، ورسمنا راديوس ام اي وراديوس ام بي. الراجل طلب مني ببساطه جدا كده ذا لينث اوف كورد اي بي بكام. طيب اول حاجه الراجل كان مديني يا جماعه السنترال انجل ب 100 ديجري. احنا نزلنا من ام لدي بيربنديكولار تو اي بي، احنا كنا واخدين قبل كده في ثالثه اعدادي مادام باس ثرو ذا سنتر اوف ذا سيركل وبيربنديكولار فبيعمل بايسكت للكورد، يعني خلى اي دي ايكوال دي بي، ومادام ايسوسيلس تراينجل فال 100 ديجري بقت 50 و50. انا دلوقتي يا جماعه لو قدرت احسب الاي دي اللينث بتاعه كام هعمله ملتبلاي تو يديني الاي بي اللي الراجل طالبه مني. طيب يا مستر حضرتك واخد بالك ان تراينجل اسمه اي دي ام ده رايت انجل ذا تراينجل، في انجل ب 50 وفي الهايبوتنس ب 6. طب ما يا مستر ما احنا نستخدم التريج علشان اقدر اجيب اللينث اللي حضرتك عايزه. طب يا شباب ادي الانجل اللي الراجل عايزها ال 50، سيبك بقى انا ما قلتلكش سولف التراينجل كله دلوقتي، انا قلت لك طلع لي بس ده بكام. الاي دي يقرب ايه الانجل 50؟ بالظبط يقرب الاوبوزيت. طب ال 6 اللي الراجل مديها لي هايبوتنس، اوبوزيت وهايبوتنس يبقى سه يبقى ساين، يبقى اجي اقول له يبقى انا دلوقتي اقدر اقول لك ان ساين 50 ايكوال اوبوزيت اللي هو الاي دي اوفر الهايبوتنس اللي هو 6. طب ببساطه جدا علشان اطلع الاي دي هودي ال 6 الناحيه الثانيه بالمالتيبليكيشن، هعمل 6 ملتبلاي ساين 50. طيب طلع لي الاي دي ابروكسيميتلي 4.59 سنتيمتر. طب مين ده يا مستر اللي طلع ده يا جماعه؟ الاي دي. طيب انا عايز لينث الاي بي كله، هقوم عامل النمبر اللي طلع ده ملتبلاي 2 علشان يديني الكورد كله عشان احنا قلنا ان حصل له بايسكت، تطلع الانسر ابروكسيميتلي 9.193 سنتيمتر. يبقى انا كده جبت له يا شباب اللي هو كان طالبه مني لينث اوف كورد اي بي. برضه عايزكم تاخدوا بالكم من حته صغيره قبل ما نختم الدرس بتاعنا. لو الراجل مدي لك الانجل بالراد، احنا خدنا الترم الاولاني الراديان ميجر والديجري ميجر، لو هو مدي لك بالراد انت قدامك اختيارين، يا اما تحول الاول من راد لديجري زي ما اتعلمنا كنا بنعمل ملتبلاي عشان اجيب من راد لديجري 180 اوفر باي وتبدا تشتغل بيها ان هي ديجري عادي، يا اما الاختيار الثاني تكمل ان المساله بالراد عادي، لكن تاخد بالك ان ساعتها لو عايز تجيب الانجل الثالثه مش هتعمل ماينس 180، هتعمل ماينس باي اللي هي كانها ال 180 بلغه الراد. طب لو عايز استخدم تريج لازم تحول الكالكليتور على مود الراد قبل ما تستخدم النمبر اللي هو هيكون مديهولك بالراد. تمام يا جماعه؟ ده بالنسبه لدرس سولفنج الرايت انجل ذا تراينجل. هنعمل برضو فيديو تاني لاخر درس مقرر عليكم الفتره دي اللي هو انجلز اوف اليفيشن وانجلز اوف ديبريشن، بس الناس تذاكر الدرس ده الاول كويس، تحل عليه الشيت بتاع المعاصر، الاكسرسايزز، البوكلت اللي احنا واخدينه مع بعض، ولو في اي مشكله ابعتوا لي على طول. بالتوفيق يا رب. السلام عليكم.